انا لفتني الزي، جمال الزي. جمال الزي والالوان الاخضر والابيض. ايه رمزية الزي؟ الابيض هو لون يعني مريح للعينين وبيدل على الصفاء. الاخضر دي عمامة حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة في مصر في مقامات الصالحين وسادة أهل البيت، بيغطوا المقام بيغطوا بالأخضر، المقام بالأبيض، القبة بتبقى لونها لونها أخضر. فإحنا طبعا يعني يعني على نهج حضرة المصطفى على خطاه. الخضر والأبيض برضو علشان هو يعني مريح أوي للعينين ومريح للطاقة. الناس لما بتشوفنا في الأبيض بشكل يعني بشكلنا على المسرح بيبقى الموضوع مريح للعينين ومريح وطاقته حلوه يعني. فده سبب اختيارنا للابيض والاخضر. مين يعني بيفصل لكم بالزي ده؟ دي تالت محاوله لينا بنفسكم في موضوع الملابس. اول جلابيه كانت جلابيه بلدي بس فتحتها فتحه بتاعت الصعيد، البلدي الصعيدي ولا الاسكندراني؟ الصعيدي. الصعيد. الكم بتاعها واسع وكنا بنلبس العمامه ونحط شال اخضر. بعدين كملنا على نفس النهج ولكن عملنا تطريز على الأكمام. وبعدين في كتير من المشايخ في الحضارات بيبقوا لابسين نفس دي بالظبط، وجلابية ونفس الحزام ده، وده لبس مصري قديم. صح، قديم مظبوط. فاحنا عشان بس بنحاول ان احنا نحافظ على السيجنتشر بتاعتنا، او زي ما بيقول الايدنتيتي، او الهويه بتاعتنا او الشخصيه بتاعت ان احنا بنقدم حاجه مصري زي ما بلاد كتير بره محتفظه بالهويه دي. في المغرب لبسهم الجلاليب بتاعتهم باينه بتطرزهم، وفي تركيا برضو، وفي تونس، في كل القفطان القفطان او الجلابيه. ده حقيقي. فاحنا برضو بنحاول رجعت للتراث عشان تاخد منه حاجه بيور مصريه تبقى هي الرمز بتاع فرقه الحضره بالظبط كده.